في الحقيقة من يتأمل هذه الواقعة يجد أن الاستخبارات الإسبانية لعبت بذكاء ولصالح علاقتها مع المملكة المغربية. دليل في ذلك هو أنه لنتصور العكس، لو أن إسبانيا مثلا استقبلت شخصا مريضا لأسباب إنسانية يسمى إبراهيم الغالي، زعيما للجمهورية العربية الصحراوية وزعيم لميليشيات البوليساريو، سيكون انتصارا سياسيا بالنسبة لخصوم الوحدة الترابية. لكن ربما إسبانيا هنا منسجمة مع دستورها، مع قضائها، مع مبادئها الديمقراطية، وحفاظا على أيضا على مصالحها مع المملكة المغربية، آثرت أن تستقبل شخصا بهوية جزائرية، بمعنى أن حتى أمام المرافعة القانونية فهي لم تستقبل شخصا ينتمي سياسيا وينتمي مبدئيا وعقيديا إلى جمهورية تتناقض هي مع نفسها في الاعتراف بها. إذا أعتقد أن الجمهورية أن إسبانيا كانت ملتزمة ومنسجمة ومتماسكة ومبدئية وحريصة على علاقتها السياسية بالمغرب، لأنها لم تعترف بشخص هو زعيم سياسي في منطقة ما، أو شخص يمتلك أو يريد أن يمتلك أو يدعي بتواطؤ مع الجزائر عفوا. فالمخابرات الجزائرية هنا خرجت ماشي غبية، ولكن أقل أكثر من ذلك بكثير، وإنما المخابرات الإسبانية كانت ذكية ومنسجمة مع مواقفها ومع مبادئها السياسية مع دستورها ومع قضائها، فهي لم تستقبل، لأن الاستقبال هو اعتراف، وتجنبا لهذا الاعتراف ولفخ الاعتراف اخترعت أو اخترقت أو تواطأت من أجل استضافة شخص للعلاج بمقابل مادي من خزينة الشعب الجزائري طبعا، لكن باسم مزور غير الاسم الذي يعطيه شرعية كرئيس وكزعيم. أنا أعتقد، وهذا رأيي وربما أتخالف مع الكثيرين، لكن الأيام ستثبت ذلك.